السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة على تاني موضوع في الكتاب ويلز اللي هو شابتر تروما. بيتكلم على موضوع صغير جدا عن سوبر جلو أو سيانو أكريليت لو دخل في العين. مشهور جدا عندنا مثلا في مصر الأمير اللي هو اللي انتوا قدامكم ده، بيكون عندنا أمير مجرد وانت بتشتغل بيه بيلزق ايدك مجرد ما بتشتغل عليه، او احيانا بقى بعد شر وانت بتضغط عليه وفجأة يقوم جاي فالت من ايدك وصابت في عينيك. فالامور بصراحة بتكون سيئة شوية. خلاص، الفكرة بس في السوبر جلو ان هو بيلزق بسرعة لما يحتك بحاجة فيها رطوبة ولو نسبة قليلة من الرطوبة، عشان كده بيلزق في ايدك جدا، الخلايا فيها مية فبالتالي بيلزق جدا في ايدك وبسرعة جدا. هو بيقولك على عكس يعني حاجات لزق تاني بيبدأ ينشف مثلا بالإيفابوريشن أو بالحرارة، لأ ده على طول مجرد ما بيلمس السطح في شوية مية ولو حتى شوية مية بسيطة، عشان المعلومة دي مهمة جدا، وبالتالي يبدأ ينشف. عشان كده برضو نفس السيانو أكريليت ده برضو أحيانا بنبقى نحطه على الكورنيا في حالات لما بيكون عندنا كورنيال بيرفوريشن. طيب المعلومة التانية، زي ما انتم شايفين كده هو ما مش هيتكلم عليه كتير، ان هو خلاص حاجة دخلت العين مثلا زي المنظر اللي قدامنا ده، لزقت الجفن في بعضه. فبالتالي الحل عندنا اول حاجة بنعملها بنحاول ان احنا اول حاجة بنحاول ان احنا نبدأ نفتح الجفنين مع بعض جنتل تراكشن جنتل تراكشن، واحيانا نضطر ان احنا نقص الرموش، ده حاجة لا غنى عنها في بعض الاحوال ان احنا نبدأ نقص الرموش. شايفين مثلا الطفل اللي قدامنا ده او الرموش لزقت في بعضها، بدأوا نضفوا الرموش وتحس ان هو حتى بعدها كده تحس ان الرموش ما شكلها مقطوع كده خلاص، فده معناه ان احنا فعلا في بعض الاوقات بنضطر ان احنا نقص الرموش. الحاجة التانية ممكن نبدأ برضو بحاجة زي كده، ممكن ان احنا لو هي حاجات صغيرة مثلا على الرموش نبدأ نستعمل فورسبس صغير كده، نبدأ نحاول نشيل المادة الموجودة ديت، الرموش المال دايركتد نشيلها، احيانا الهاردنج جلو لاشز ده نشيله كده او نحكه كده. مثلا احيانا بيكون لازق في الكورنيا لازق لازقه جامده جدا، فانت كده كده لازم هتشيله وبالتالي غصبا عنك هيحصل كورنيال ابريجن تحته، ده غصبا عننا يعني مش هتعرف انت تشيله من غير ما تشيل الابيثيليوم اللي تحته، هو يطلع باللي تحته زي ما بيمسك في ايدك كده تلاقي نفسك شلته وتلاقي الجلد بتاعك اتقشر تحته. خلاص طبعا بيبقى بينفول شويه، لكن هتديله انت انستيزيا او تتراكين كده او بينوكس زي اللي عندنا في مصر، هيبدا برضو تبدا البين يقل شويه عندك. بيقولك احيانا في بعض الاوقات بقى خلي بالك من الجزئيه دي، احيانا يبقى عندك مثلا قشر زي المثل الموجود في الجفن ده كده، بس في احيانا يبقى انت بتحاول تشيله على قد ما تقدر. خلاص احيانا كتيره بتبدا تستعمل حاجات دافيه، مثلا تجيب شاشه كده مثلا ولا حاجه تحطها في ميه دافيه وتبدأ تحطها على الجفن، يبدأ يبوشه شوية خلاص، يبدأ يخليه لوز شوية فتعرف تفكه من الكونجنكتايفا، تبدأ تفكه من الليد، تبدأ تفكه من الكورنيا، ده هيساعد معاك شوية. في بعض الأوقات يبقى جزء صغير، الجزء الصغير ده حالتين، أحيانا يكون الجزء الصغير ده مشكلة كبيرة لأن هو بيحك في الكورنيا فده تبقى مشكلة كبيرة، لكن أحيانا في بعض الأوقات بيبقى حاجة صغيرة مثلا لبره طالعة لبره ومش فارقة معاك قوي، فبالتالي مع واحدة واحدة وانت عمال تقوله في البيت تعمل مثلا برضو ورم كومبريسز كده واحدة واحدة ان شاء الله تقع فما فيهاش مشكلة. لكن في بعض الاوقات بتبقى مضطر الحاجة دي بتحك في الكورنيا، تلاقي العين روح البيت وبعدين يرجع لك تاني بعد ساعة يقولك والله مرتحتش خلاص، وتقوله مش مشكلة هيقع، لا بس هو المشكلة ان هو احيانا يكون حاكك في الكورنيا، فبالتالي في الحالة دي تبقى انت مضطر ممكن تحط له باندج كونتاكت لينس، مش وظيفتها حاجة الا ان هي تعمل كبارير ما بين ده وما بين الكورنيا بحيث ان هي ما تعورش الكورنيا. طبعا لما بتستعمل باندج كونتاكت لينس ممكن تستعمل معاها توبيكال انتيبيوتكس خلاص لغاية اما الجزء ده يقع. خلي بالك عموما يعني في حاجات زي كده يعني بلاحظها ان احيانا حاجة تدخل في عين حد بيبدأ يحصل له نوع من السكندري بكتيريال انفكشن، فانت يعني كجاردنج اجين السكندري بكتيريال انفكشن فانت ممكن عموما كجنرال تدي انتبيوتيك. لو حصل ابيثيريال ديفكت هنعالجه زي الكورنيال ابريجن اللي هنتكلم عليه في المحاضرة الجاية ان شاء الله. هنتابع العين ازاي؟ ممكن في الاول نتابعه كل يوم لغاية ما نطمن القرنية عملية الحم خلاص، وبعدين لما تلحم القرنية خلاص. تاني حاجة ان انا ممكن اجيبه تاني عشان اطمن ان كل حاجة في العين خرجت خلاص.
ده بصراحة حاجة بيبر كان حد نشرها كده، بصراحة حد حظه سيء وعاسر، يعني ان هو بالغلط جه يحط ماكسيترول، خد الأنبوبة بتاع السوبر جلو وحطها في عيني. يعني أنا مش عارف، حظ عسر بصراحة سيء جدا، فلزق الدنيا في بعضها، وزي ما انت شايفين فتح الجفن، مسك الفورسبس شوية، ممكن يكون بدأ يمسك اللاشز، وبعدين قص الرموش زي ما انت شايفين قدامكم كده، مدروزس موجود في العين اهوت، وبعد شوية كل ده بيرجع تاني. يعني شايفين الطفل ده بعد ما شالوا الرموش، بعد فترة خلاص كل حاجة رجعت لطبيعتها. يعني من ضمن الحاجات اللي مفهومة غلط، ان في بعض الناس بتتوقع ان اللاشز لما بتقع ما ترجعش تاني، لا ده طبعا غلط، يعني اللاشز بترجع تاني. كان زماننا نفعنا نفسنا، يعني العيانين اللي عندهم رابنج لاشز واحيانا نشيلها لهم وترجع تاني، فالرموش بترجع تاني. فده كلامنا عن السوبر جلو، بالتوفيق ان شاء الله.